أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، التحقيقات تشير إلى تورط جهة خارجية بحادثة اللغم البحري في السفينة العراقية. في يقين نت، كتائب ثورة العشرين ترد على مزاعم نصر الله بأن المقاومة في العراق تابعة للأدوات الإيرانية. في عربي 21، العبادي يحذر من صراع مدمر ويدعو للالتزام بأطر الدولة. في المدى، اقتصاديون يقولون إن خفض الدينار يرمي 60% من العراقيين في خانة الفقر. في القدس العربي، حزب الله العراقي يتعهد بعدم استهداف سفارة واشنطن في بغداد. في فورين بوليسي، الربيع العربي غير كل شيء في أوروبا. وفي الزمان، النفط الناقلة تعمل خزانا عائما في المياه الإقليمية منذ 8 تشرين الماضي. أصدر المكتب السياسي لكتائب ثورة العشرين إحدى أكبر فصائل المقاومة التي واجهت الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 في العراق، أصدر بياناً رد فيه على تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، أحد أذرع إيران في المنطقة، والتي نسب من خلالها مقاومة الاحتلال الأمريكي وحلفائه في العراق إلى أدوات إيران بزعامة زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وذكر البيان الذي نشرته وكالة يقين أن النظام الإيراني وأدواته في المنطقة لا ينفك عن محاولات تزييف الحقائق وتزوير تاريخ الأمة، فالتلاعب بالحوادث التاريخية المثبتة وتحريف الوقائع المشاهدة هو سبيل معهود لهذا النظام، يسلكه مرارا وتكرارا لطمس إرث الشعوب العربية والمسلمة. نصر الله يفتتح مرحلة جديدة يقوم فيها بسرقة شرف المقاومة ونسبتها إلى ما يسمى محور المقاومة في المنطقة، مدعيا زورا وبهتانا أن أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي وإخراجه من العراق كانت بفعل قاسم سليماني وقيادته ميليشيات إيران في العراق. إن جرائم أدوات إيران وميليشياتها بقيادة سليماني وغيره على الشعب العراقي فضلاً عن الشعب السوري الذي نادى بحريته وكرامته، والشعبين اللبناني واليمني وغيرهما من شعوب المنطقة، هي جرائم من أجل مشروع الولي الفقيه المستمر في سعيه المحموم لتغيير الواقع السكاني على أسس طائفية في المنطقة. لن تخفي هذه الحقائق وتتستر عليها محاولات تزييف التاريخ وتضليل الشواهد وقلب الحقائق وسرقة الجهود التي اعتاد عليها نصر الله وأشباهه، ولن تنجح محاولاته لسرقة تاريخ المقاومة العراقية كما نجح سابقا هو وحزبه في سرقة تاريخ المقاومة الإسلامية والوطنية في جنوب لبنان من أصحابها. فالمقاومة العراقية ما زالت حية وموجودة وتاريخها موثق. إن السكوت عن محاولة سرقة المقاومة في العراق ليس بعيدا عن محاولة سرقتها في فلسطين عامة وغزة خاصة، وهو ما حاول نصر الله التمهيد له بتسريب بعض المعلومات عن ذلك، وهو أمر خطير يستدعي لفت انتباه المقاومة الإسلامية في فلسطين له والاستعداد لمواجهته. وختم البيان بالتأكيد أن فصائل المقاومة العراقية الحقيقية موجودة ولا تزال حاضرة، ولا يتوهم أدعياء المقاومة غيابها لأن المعركة لم تنتهي بعد. ونبقى مع وكالة يقين، حيث نشرت تقريرا حول تزييف نصر الله للحقائق، وجاء فيه: جريا على عادتها نهاية كل عام، استضافت قناة الميادين الممولة إيرانيا استضافت حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في لقاء قال فيه من الأكاذيب ما لا يطيق المشاهد العربي المنصف أن يتحمله، فقد نسب كل أعمال المقاومة التي خاضها العراقيون الرافضون للاحتلال نسبها إلى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وميليشياتهما،
وحاول تزييف حقائق لم يمض عليها الكثير من الوقت لكي تنساها الأجيال فيعيد صياغتها وفق ما تمليه عليه سفارة طهران في بيروت. فأين تكمن الحقيقة؟ وما الذي حاول نصر الله إخفاءه؟ وهل نجح في تمرير أكاذيبه خلال اللقاء الذي استمر نحو 4 ساعات؟ يقول رجل إيران في لبنان إن المقاومة العراقية هي من صناعة إيران وجنرالها قاسم سليماني، لكن العراقيين لم يسمعوا بهذا الاسم في سوح المقاومة الحقيقية في الفلوجة وبقية مناطق الأنبار، ولا في صلاح الدين وديالى وحزام بغداد عندما كانت المقاومة الحقيقية تكبد المحتل أقصى الخسائر. وأين كان هذا الجنرال طوال تلك السنين ولم يسمع أحد به إلا عندما قرر الاحتلال هدم المحافظات المنتفضة على رؤوس سكانها المدنيين وتشريد أهلها بذريعة تنظيم الدولة داعش؟ وعند بث اللقاء توالت الاستنكارات لتخرصات نصر الله ومحاولاته سرقة إنجاز لا يليق به ولا بسليماني، ومنها ما جاء في تصريح هيئة علماء المسلمين المرقم 854، والذي جاء فيه أن الاحتلال الأمريكي بعد أن أوجعته ضربات المقاومة العراقية الحقيقية حاول الخروج بأقل الخسائر بتحالفه مع إيران وميليشياتها في العراق، فنظم اتفاقية أمنية أمريكية مع حكومة بغداد برعاية إيرانية، وأن ترتيبات خروج قوات الاحتلال قد جرت في سياق تعاملات أمريكية في المنطقة مع الدول المجاورة للعراق والتي توجد فيها معسكرات أمريكية أو لها صلة بالأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ومنها إيران التي كان يمثلها في هذه الترتيبات سليماني. وجاء كذلك في تقرير وكالة يقين أن المقاومة الحقيقية هي التي حملت سلاح ضد المحتل ولم تسلم بنادقها ب10 دولارات للبندقية الواحدة كما فعل الجيش المهدي بعد عام واحد فقط من الاحتلال. ويتساءل كاتب التقرير، من يدبر العراق الآن أو من يديره؟ أهي السفارة الإيرانية بديلة عن الأمريكية أم السفارتان الأمريكية والإيرانية معا؟ في كل مرة إيران تهدد بقطع الغاز عن العراق، الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، والعراق يحرق غازه الطبيعي ملوثاً البيئة. حول الموضوع كتب علاء الأسدي في صحيفة الزمان. مر 18 عاماً وصرف 90 مليار دولار على تحسين واقع الكهرباء من دون جدوى ومن دون أي تحسن، وساعات تجهيز الكهرباء تكاد تكون 2 ساعة في اليوم وبانقطاع 22 ساعة يومياً في ثالث أكبر دولة نفطية وغازية في العالم. قدمنا حلولاً كاملة عام 2012 ولكن لم يستمع إلينا أحد، وقلناها مراراً وتكراراً، الكهرباء في العراق كمنظومة كاملة متهالكة ويجب استبدالها بأكملها، فهي أشبه بترقيع الثوب القديم. وحسب موازنة العام 2021 فإن 16 تريليون دينار المخصصة لقطاع الكهرباء تتضمن تسديد أجور كهرباء الدولة البالغة 1,260,000,000,000 دينار عراقي، وكذلك مبلغ 3,960,000,000 دينار عراقي لشراء كهرباء من المحطات الاستثمارية، ومبلغ 4,800,000,000 دينار عراقي لشراء وقود من إيران، ورواتب وصرفيات تشغيلية ومشاريع استثمارية، ومبلغ 2,700,000,000 دينار عراقي. لم توضح ما هي هذه المشاريع. يقول الكاتب، إلى متى نبقى نعاني من أزمة حلها سهل جدا؟ إلى متى الكهرباء منعدمة في العراق؟ وإلى متى الفساد الحكومي يأكل كل ثروات العراق؟ إلى ألترا عراق. وفي هذا المقال يقول الكاتب رعد أطياف في مقال نشره موقع ألترا عراق حول الفساد الحكومي، إن التعويذة العراقية لها خصوصياتها وسماتها المختلفة،
ويبدو أنها نزلت من مكان خارج أفق التجربة الحضارية، لأنه لو بحثت عن أشباه ونظائر لها في حركة التاريخ لما عثرت على نسخة واحدة حتى لو كانت نسخة مشوهة. فالسياسي العراقي وفي هذا الحدث بالذات يسجل قصب السبق وبراءة اختراع عن انفراده بهذه التعويذة الفاسدة. ما الذي يجعل السياسي العراقي في دائرة واسعة من العيش الرغيد وقد فتحت له الدنيا أحضانها؟ لماذا يسجل أكبر دخل شهري بين سياسي العالم بشكل عام؟ كيف لا؟ وهو السياسي الذي نهبت على دراية منه نصف تريليون دينار وما زال بكامل قواه العقلية. أليس هو السياسي نفسه الذي يكابد شعبه حمارة القيظ وصبارة القر؟ مثلما يصفها علي بن أبي طالب، من دون أن يرمش لهذا السياسي العراقي جفن لهذه المعاناة التي تجاوزتها المجتمعات البشرية التي تحترم نفسها. بالمناسبة، لقد كان يبكي كثير من هؤلاء السياسيين ويتغنون بزهد علي لأبي طالب، وقد يمر أحدهم على هذه المقالة مرور الكرام وهو يتناول الحلوى في إحدى الدول الأوروبية بعد نهاية خدمة شاقة في البرلمان العراقي الأسطوري، وربما يستلقي على ظهره من الضحك وبيده تعويذته المقدسة. يتابع الكاتب في مقالها: سياسيون وكثير من العراقيين في المقاهي وفي سيارات الأجرة، في شارع المتنبي، في المستشفيات والحمامات العامة، في بيوتهم ومناسباتهم السعيدة، هؤلاء كلهم يتكلمون عن الفساد والمفسدين والسرقات التي تحدث في وضح النهار، فمن يا ترى يكون السارق؟ في مكان حصين يقع غرب مدينة عدن، حيث يقع المقر الرئيس لقيادة القوات السعودية المرابطة في هذه المدينة، استقرت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك سعيد في ظل ظروف أمنية وعسكرية بالغة الصعوبة، وأملها أن تدشن عهدا جديدا مع بداية العام الميلادي الحالي 2021 يعوض الخسارة الفادحة التي منيت بها البلاد على مختلف المستويات خلال العام المنصرم والأعوام التي سبقته من زمن الحرب. مقال للكاتب ياسين التميمي نشره موقع عربي 21، نتابع جزءا منه. فلا يزال هذا المجلس يفرض منطقه الخاص في مدينة عدن، كما في الضالع وأجزاء من محافظتي أبين ولحج المجاورتين وفي محافظة أرخبيل سقطرى، ممسكا بمفاصل القوات العسكرية والأمنية دون مانية للإقرار بحق الحكومة التي أصبح جزءا منها في استعادة صلاحياتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في العاصمة السياسية المؤقتة وفي غيرها من المحافظات الواقعة في جنوب البلاد. أثارت عودة الحكومة قدراً كبيراً من التفاؤل والأمل، وانعكس ذلك على انتعاش فوري للعملة الوطنية الريال. ولكن يبدو أن الحكومة ستغرق في تفاصيل الأولويات الأمنية، وهي أعجز من أن تحقق اختراقاً حقيقياً في هذا الملف بعد أن عجز الرئيس وسلطته الشرعية عن استكمال هذا الاستحقاق قبل اعتماد الحكومة وأدائها اليمين الدستورية وعودتها إلى مدينة عدن طبقاً لما نص عليه اتفاق الرياض. يجدر القول إن حكومة الكفاءات تحظى برئيس جيد مع كل ما يقال عنه، فالدكتور معين عبد الملك شاب تكنوقراط بنظر إلى مؤهلاته العملية والتقنية التي يجسد من خلالها الخبرة التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة. ويتابع الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي قائلا: كان يفترض أن تستقر الحكومة اليمنية في قصر معاشيق في مدينة كريتر التي نشأت منها وتوسعت عدن الكبرى إلى أحياء أخرى جديدة، وهذا القصر الرئاسي عبارة عن عدة مبان أشبه بمنتجع مغلق يقع في سفح جبل شمسان ويطل على خليج عدن. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريرا قالت فيه إن المرشد الأعلى المقبل الذي يخلف علي خامنئي سيحدد مسار إيران لعقود قادمة. ويرى محمد جعفري العالم الديني الإيراني الذي يعيش بالمنفى
المرشح النهائي يجب أن تكون له روابط بالحرس الثوري. وربما كان نجلو خامنئي مدعوما من الحرس الثوري، لكنه لا يحظى بدعم من كبار آيات الله الذين يرون أنه غير مؤهل من ناحية العلم الديني كما يقول جعفري. ولكن سنام وكيل تعتقد أن الحرس الثوري لا يتحرك بهذه الطريقة المكشوفة، فسينظر إلى هذا على أنه نتيجة عسكرية وهو غير مستبعد، لكنه احتمال متدن. وبدلا من ذلك، فرئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي كان مرشح لانتخابات الرئاسة في عام 2016 والمرشح الأقوى حسب كثيرين، وقال سنام وكيل هو محافظ ومن الناحية الأيديولوجية والشخصية قريب من خامنئي. ويظل السؤال بشأن من سيخلف المرشد الأعلى الحالي، لأنه سيحكم إيران لعقود قادمة. وتقول سنام وكيل هذا عام حرج للجمهورية، وعلى المستوى المصغر فالخلافة هي الجائزة الكبرى التي ستدور حولها المعركة. وفي التقرير الذي أعده كامبيل ماكديرميد وأحمد وحداد، قال إن علي خامنئي سيصبح عمره 82 عاماً، والسؤال هو عمن سيخلفه مرشدا أعلى للجمهورية في إيران بعد الأخبار التي تم تداولها على مدى السنوات الماضية حول تدهور صحته. تعد الحافلات الصغيرة الملونة يدويا والمخصصة لنقل الركاب في العاصمة السنغالية داكار أهم وسائل النقل العمومي، ورمزا للمدينة يتفنن السنغاليون في تزيينها. ويطلق على الحافلات اسم كارابيد، أي السيارة السريعة، وهي مصدر إلهام في صنع الهدايا التذكارية التي تباع في أسواق داكار بهيكلها المزين الذي يعكس شوارع المدينة الصاخبة. واكتسبت كارابيد رونقا خاصا مع قدومها إلى داكار عام 1975 بعد أن كانت شاحنة صغيرة بلا نوافذ تنقل البضائع حول المدن الفرنسية في الستينيات لتصبح وسيلة نقل مميزة يتفنن السنغاليون في تلوينها وكتابة عبارات ذات مدلولات معينة عليها. الآن إلى الكاريكاتير. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام، نلتقي لاحقا بحول الله، إلى اللقاء.